أنتقل إليك أستاذ سلي. بداية نبارك لك ولفريق النصر وجماهير النصر والكرة السعودية هذه الصفقة التاريخية. وعدتم فأوفيتم. اليوم النجم العالمي كريستيانو رونالدو هو لاعب فريق النصر السعودي. شعورك كسعودي ونصراوي قبل أن تكون رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي؟ طبعاً الكابتن كريستيانو رونالدو تكلم بكلام عظيم وجميل جداً. من الصعب الواحد يتكلم ويبدع ويقول كلام أفضل من الكلام اللي قاله أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. لاعب كريستيانو رونالدو بالنسبة لي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. طبعاً وجود الكابتن كريستيانو في الدوري السعودي هذا إضافة لنا في نادي النصر، إضافة للدوري بشكل كامل، للرياضة السعودية. هذا يعني نتيجة العمل الجاد والخطط اللي يعني تمت من سنوات في تطوير الرياضة السعودية. وجود لاعب بهذا الحجم هذا يدل أن هناك يعني رؤية واضحة لنقل الرياضة السعودية من مرحلة إلى مراحل أفضل. هذه الصفقة أنا ما أعتبرها صفقة لاعب أتى لكي يفوز في مباراة أو في بطولة، هي صفقة أبعد من ذلك. هي نقل تجربة، نقل إبداع، إلهام. نعرف أن كريستيانو لاعب مبدع وملهم للكثير من الشباب والنشئ، وإن شاء الله يعني طبعا بيكون يعني هو قدوة للنشئ في الأكاديميات في الأندية. الاتفاقية مع كريستيانو لا تقتصر فقط على كرة القدم، هو داعم لأكاديميات نادي النصر ومشروع الأكاديميات اللي نخطط لإنشائه، أيضا للتعريف بتاريخ نادي النصر، دعم القاعدة الجماهيرية. وبإذن الله تعالى خلال الفترة القادمة سيعلن عن برامج مرتبطة بهذه الصفقة للجماهير الرياضية سواء في المملكة أو خارج المملكة. مثل ما ذكرت هي صفقة أبعادها لا حدود لها ومكاسبها أيضا لا حصر لها. طيب أستاذ مسلي، سمعنا وقرأنا في الصحف ووسائل الإعلام العالمية والمحلية أخبار وأرقام ونسب وتحليلات وتكهنات وإلى آخره، حان الوقت أن نسمع. الآن ما أقدر أتكلم بشيء سلبي أمام الإعلام، الإعلام كله موجود. معشان كذا إحنا نحتاجك تقول لهم هيلحقوك. لكن الواقع يعني ظهرت أخبار كثير، وأنا أحترم اجتهادات وسائل الإعلام، يعني هم يجتهدون ويحاولون يبحثون عن المعلومة وهذا حق مشروع لهم. لكن ظهرت أخبار يعني كثير غير دقيقة، وحنا متعودين على الأمر هذا في وسط رياضي أو مع نادي كبير زي نادي النصر أو نجم عالمي مثل كريستيانو. طبعا كان في ناس يتكلموا عن مسألة التمويل. التمويل أنا أقول وجود النجم بجماهيرية كريستيانو ونادي بحجم شعبية نادي النصر ومنافسة مثل الدوري السعودي كفيلة استقطاب أي رعاة أو رعاة كبار، وهذا بالفعل يعني عندنا رعاة سيعلن عنهم خلال الفترة القادمة الأيام القادمة. هم رعاة يعني تجاريين للصفقة، وأيضا سيكون هناك رعاة للنادي، والعوائد من هذا التعاقد هو من ناحية تجارية هو مفيد جدا لنادي النصر وللدوري السعودي. وإن شاء الله الأيام القادمة ستظهر تفاصيل وتنفي كثير من الاجتهادات. طبعا إذا تكلم عن أرقام الصفقة بالنسبة للنجم مثل كريستيانو مثل ما سبق وقلت هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. طبيعي يكون هو اللاعب الأعلى يعني راتب في العالم، وهذا أمر يستحقه، يعني ما أعطيناه المبالغ اللي يستحقها. لكن أنا أبغى أوضح جانب آخر من المفاوضات يعكس احترافية كريستيانو. أثناء المفاوضات كان من ضمن يعني النقاش اللي أو الرغبة اللي أبداها أن باقي الأمور يكون يعامل نفس المعاملة مع بقية زملائه من ناحية المكافآت، من ناحية أنظمة النادي يكون مثلها مثل أي لاعب. وهذا أمر لا يستغرب منه لأنه لاعب كبير، لاعب محترف، وهو قدوة لكثير من النشئ واللاعبين في العالم.
واللي يعني الأندية اللي تعاملت مع كريستيانو ما تستغرب الأمر هذا منه. بدون شك النصر له النصر إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذ مسلي. To you, Coach Rudy. How are you? Very happy. I can see that. I can see the huge smile. For sure. Well, Coach Rudy, you managed hundreds of players in your managerial career. How do you think working with the world's best player? فريق النصراوي رودي غارسيا. Ladies and gentlemen, I'm really delighted and excited to welcome you all to this historic event, the unveiling of the Portuguese star and the world's greatest footballer, Cristiano Ronaldo, as a Nasser player here at Marsoul Park, Riyadh, Saudi Arabia. Welcome, Cristiano. Thank you. Thank you. Well, yes. Announcing this historic transfer, your new club stated, "This is history in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success, but inspire our league, our nation, and future generations, boys and girls, to be the best version of themselves." Cristiano, bem-vindo a Arabia Saudita. Welcome to Saudi Arabia. Thank you. Your new home, and to Al Nassr, your new team. Thank you. So you conquered Europe. Now a fresh new start in Asia. How does it feel to be here in Saudi Arabia? Well, so far feeling very good. I'm so proud to make this big decision in my life in football. As you mentioned before, in Europe, my work, it's done. I won everything. I played the most important clubs in Europe. And for me now, it's a new challenge, as you mentioned, in Asia. I'm glad for that Al Nassr gave me this opportunity to show and develop, not only for the football, but also for the generation, the young generation, the women's generation as well, for the young boys. And for me, it's a challenge, but in the same way, I feel very, very happy and very proud. Definitely, and absolutely ready. What excites you and also your family who are here already with you about your new future in Saudi Arabia? They are happy as well. You know, when I take my decisions, my family, they always support me, especially my kids and my God wife bless them as well. But it's good. They are very happy. The welcome yesterday was amazing. We feel good here. Saudi Arabia people, they are lovely with me and with my family, so I'm really proud. You already felt it. Well, Cristiano, you have always been ambitious. What are you hoping to achieve on and off the pitch in Saudi Arabia? As I told you before, for me, this is great. أمور جيدة أكيد كل واحد ينظر لها من زاوية معينة. أنا شفت ردود أفعال البعض ما بين أنه والله في قصور وبعض الناس أنه لا في مبالغات، لكن أنا أشوف أنه المشهد بشكل عام منطقي. في تفاصيل نجهلها، قد يكون العقود لها مسبباتها ما أدري، لكن مثلا على سبيل المثال المؤتمر الصحفي اليوم أنه ما في رعاة النصر، أنا ما أدري وش السبب، هل في أسباب خلف هالموضوع؟ عشان كذا أنا أقول لك العذر معهم. في اكيد انه في عقود ملزمه، في شغلات، في تفاصيل احنا نجهلها، لكن بشكل عام انا دائما انظر للموضوع بشكل عام. صفقه متميزه جدا راح تفيد النصر اعلاميا، جماهيريا، تسويقيا، وقد يكون فنيا. انا ما احب ادخل في الامور الفنيه بحكم انه سن عمر رونالدو وكذا، فنيا ما احب دائما اتكلم فيه. جميل. جميل. لكن الجوانب الاداريه والتسويقيه انا اقول انه الامور حتى الان مره مبشره. جميل، شكرا جزيلا دكتور مقبل.